بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. إن شاء الله نقدم النهاردة مع بعض وصفة الأسماك اللي احنا اتكلمنا عليها، ونشوف هنعمل إزاي نقدر نعمل فطيرة حلوة كده بالأسماك المشكلة أو بالسيفود. هنشوفه إزاي بالجمبري وبالسمك وبلحم الكابوريا. عندنا النهاردة طاجن كاليماري محترم قوي برضه هنعمله، عندنا سلطة النهاردة الجمبري، وبعد كده لو في وقت ان شاء الله نعمل لكم صالونه السمك ونوريها لك ازاي نقدر نعملها من الاكلات الشعبيه طبعا المشهوره جدا. هستنى طبعا اي اسئله او اي استفسارات على ارقام التليفونات اللي ظاهره قدامكم على شاشه، 1710 من اي تليفون محمول، 0900 917 من اي رقم ارضي لو حابين تواصلوا من خلال البرنامج. في برضو حاجة عايز انوه عليها، ان شاء الله احنا يوم 24 هنبقى في المنصورة لأول مرة بفضل الله في مصر هنسلم عربية، هنسلم جائزة عربية. أي حد عايز يعرف الشروط يخش إن شاء الله على صفحة برايتز هاوس التجارية، شركة الأم، تقدروا تخشوا عليها وعلى الصفحة بتاعتها وهتعرفوا كل الشروط للمسابقة بالنسبة للعربية. إن شاء الله هنبقى موجودين يوم 24، هنبقى موجودين في مول في المنصورة وهنوزع العربية. طيب خلينا نشوف، عندنا أول حاجة هنبدأ بيها هي الفطيرة، عايزين نعملها كده الاول ونظبطها وبعد كده نبدا ان احنا ان شاء الله نشتغل في بقيه المكونات. فمبدئيا كده اهوت انا عندي نص كيلو من الاسماك حاجات كده مشكله، جمبري على لحم كابوريا بس لحم تمام لانها عشاء من جوه، وسمك كاليماري مقطع بس انا محتاج اقطع الحاجات ديت مكعبات صغيره كمان شويه تمام. المقادير قدام حضراتكم، مسيو جامد نزلها لكم. ايوه تمام، دي فطيره بالظبط كده، الله ينور عليك. اهوت الاستاذ جمال جايبها لكم. الاسماك باينه اهيت، في زوم في فوكس هنا مش مظبوط هنا. جبنه وتزريلا، جبنه شيدر، جبنه وكعبات، شويه كمون، عندنا شويه بابريكا، شويه زيت، عندي طماطم، عندي زيتون شرايح، فلفل اخضر، وعندي توم وعصير ليمون. حلو الكلام ده قوي. هنروح عندي اول حاجه على طاسه عندي على النار، هشوح فيها الايه الحاجات دي كلها مع بعضها، حط عندي سنه زيت بسيطه جدا طاسه. ومحتاج بصراحه ان انا اجيب عندي برانشه كده صغيره، محتاج ان انا اقطع فيها الاسماك دي شويه عن كده. عندي السمك اهوت يا باشا، نقطعه عندي مكعبات صغيره، كاليماري برضو نفس الكلام، لان انا هحشي فطيره فالحاجات ديت لازم تكون مكعبات صغيره. ادي الجمبري، لحم الكابوريا كله مع بعضه، الجمبري بصراحه اللي هو الصغير فمش محتاج ان انا اقطعه اكتر من كده. لما يخش النار كمان هتلاقي على الطاسه هتلاقيه بقى صغير معايا فمش محتاج ان انا اقطع اكتر من كده. اللي عايز يعمل الاسماك المشكله او السيفود المشكل ده بيجيب لي الحاجات اللي انا قلت لك عليها ديت، كاليماري بيقطعه مكعبات، لحم كابوريا، سمك فيليه، جمبري، وكده حلو قوي. اللي عنده شويه اللي عنده اخطبوط يا سلام، قطعه مكعبات برضو يضيفه معاه تمام. هقطع انا كل ده مكعبات او قدام حضراتكم بس صغيره. يا استاذ ملك، الو، ازيك يا ملك؟ الحمد لله، اخبارك ايه؟ تمام، اموريني يا ملك. عملت 3 كيكه بالشوكولاته. الكيكه بالشوكولاته؟ حاضر، ده انت الشوكولاته خالص. حاضر هقولها لك، حاضر نزلها لك دلوقتي استاذه ياسمين ان شاء الله تنزلها لك. شكرا يا ملوك. تعالوا ناخد يا باشا الحاجات دي كلها هي، حطها هنا.
وتمام التمام كده. ماشي، بعد كده نجيب عندي معلقه صغيره ونبدا نديها ايه التتبيله بتاعتها بقى. بص بقى، ثوم مفروم ادي قدام حضرتك اهوت، شويه كزبره خضراء، عصير ليمونه، سنة شطة يا عيني تدلع الدنيا، شوية كمون صغيرين، سنة زيت، بعد كده أقوم واخد عندي آخر حاجة شوية فلفل أسمر وسنة ملح. حلو كده، ناخد الكلام الجامد ده ونروح فين؟ عندي على الطاسه اللي عندي على النار ونبدا اللي احنا نشوحهم عندي. الله الله يا كابتن. يا عمر. ايوه يا شيف محمد، ازيك؟ ازيك يا عم عمر، عامل ايه؟ انا عمر الحمد لله. عمر خالد، ازاي حضرتك؟ ازيك يا عم عمر، كله تمام؟ عامل ايه؟ انا كله تمام والله، ربنا يخليك. منور يا عمر حبيبي، ربنا يخليك. الحمد لله تمام، الحمد لله والله، قدوتي ومثل الاعلى ودايما بتابعك حبيبي. حبيبي يا عمر، ربنا يخليك لي يا حبيبي. دعواتك بقى، ربنا يكرمك يا عمر ان شاء الله، اشوفك احسن واحد في الدنيا. يا ربنا يكرمك، ربنا يخليك يا شيف محمد، ربنا يكرمك يا عمر. شكرا. في بس خبز اسمه البابكا البولندي، حضرتك تعرفه؟ اه طبعا، عينيا. يا ريت بقى عشان انا بشوفه ونفسي اعمله بجد. عينيا يا عموره، حاضر، ده انت تؤمر، حاضر. ربنا يخليك، حلقه خاصه جدا. تسلم على كل حاجه بتقدمها، ربنا يكرمك على كل عمر. حاجه والله، ربنا يكرمك وبالتوفيق والنجاح دايما يا رب. ربنا يخليك يا شيف محمد، الله يخليك يا عمر. تسلم يا عمر حبيبي، مع السلامه يا حبيبي. تمام، هذه هي اشوح احلى فطيره دي بقى. طيب العجينه يا باشا، مقاديرها نزلت قدامكم، نص دقيق، معلقه كبيره سكر، شويه ملح، ميه، وعندي شويه سمنه بلدي، يعني شويه سمنه بلدي كده. ايه، هبدا ان انا احطها حوالي ربع كوبايه، ربع كوبايه من السمنه البلدي في العجينه، فبتطلع عندي عجينه في الاخر عامله كده. تمام، قدام حضرتك اهيت، تقوم واخداها سمنة أو زبدة، حط سمنة أو زبدة عادي في العجينة نفسها. يعني أنا حطيت الدقيق مع ربع كوباية السمنة أو الزبدة مع سنة الملح مع شوية السكر مع المية، تمام؟ وبعد كده نبدأ اللي احنا حضراتكم اللي احنا نعمل فيها إيه؟ نبدأ اللي احنا نفردها. محتاجة سنة دقيق كمان، ماشي، خلينا نجيب الدقيق هنا جنبنا. السمنه الاول تتحط او الزبده، وبعد كده اهوت نبدا حضراتكم اللي احنا ايه، نحط الدقيق والسكر وبقيه الحاجه، وبعد كده نبدا اللي احنا ايه نعجنها كويس جدا. فتلاقي العجينه ايه ملهاش عرق، خلي بالك مع السمنه منعماها، وانا عايز اعمل كده بقى عشان لما اجي اكلها تحس ان هي دايبه في بقي، تمام؟ لان احنا مش هنعرف نورقها زي بتاع الفطير، صح؟ كلنا بنقع في الخلطه ديت، ونيجي نفرد العجينه تلاقي العجينه بتقطع مننا وبتطلع ناشفه بالفرن، لكن انا بعملها لك بطريقه سهله. حطيت سمنه جواها مع العجينه نفسها. فالعجينه عامله زي القرص كده، تيجي تاكليها تلاقيها ناعمه في بقك دايبه، مع الفطيره ديت مع الجبنه موضوع تاني. هفصل هنا خلاص النار اهي، خلاص كده الاسماك عندي تبقت تمام التمام. هجيب عندي بايركس صغير. يا ام علي، ايوه حبيبي، ازاي حضرتك يا ست الكل؟ تسلم لي يا رب، يخليك الله يحفظك. يا رب يخليك ويبارك فيك. الله يحفظك يا ست الكل والله، ما شاء الله، الله اكبر عليك، الله اكبر عليك. الله يخليك يا ست ام علي، تسلمي. يا رب يخليك يا حبيبي. انا طمعانه في حضرتك في حاجه. تفضل يا فندم. انا بجهز بنش. تمام يا فندم. وجوزي موظف. تمام. بس اقسم بالله لسه ما جبت الصيني، ونفسي في الصيني بس لقيته غالي عليا. تمام ان شاء الله، حاضر. ثلاث طيب. سنين بس. حاضر يا فندم، حضرتك يا استاذ محمد انا واقفه في عرضك. حاضر يا فندم، من عينيا الاثنين. حاضر، سيبي تليفونك ان شاء الله
حابب يتواصل معاكي بياخد عنوان حضرتك ويسأل ويتأكد وإن شاء الله خير بإذن الله. حاضر. هدهن زبده قدام حضراتكم اهي، تمام؟ وانا عايزه برضو ايه تورق معايا، فبدهن ادي حته زبده كده صغيره ونقوم فردين واحده تانية يا عم جمل، ونقوم حاطينها كده عليها من فوق. يبقى كده ايه اتنين مع بعضهم. تقوم واخدة عندك الدقيق ونبدأ اللي احنا بقى ايه نفرد على قد ما نقدر، اللي احنا نوديها الفردة يعني ننعمها قوي بقى، يعني نخليها رفيعة جدا ما تمسكهاش وتورقها بإيدك، لا لازم مردنة. عشان كده حطيت الطبقتين على بعض عشان يدوني توريقه للفطيره بتاعتنا. بسم الله الرحمن الرحيم. يبقى فكره الفطير انا وريتها لك ازاي تقدري ان انت تورقيه، وفي نفس الوقت ازاي حضرتك من غير ما تجيبي عجينه عاديه اللي هي بملح وتحطيها وتقعدي تورقيها بايدك وتطلع في الاخر ناشفه، لا ازاي نقدر نعملها عندنا في البيت باسهل الطرق. احنا كده شغالين تمام. تمام، نبدأ بقى نبدأ نحشي. هجيب عندي شوية جبنة حط عندي جبنة مكعبات، سنة جبنة شيدر، فلفل أخضر رومي، طماطم شرايح، بعد كده هو بقوم واخد عندي مجموعة السيفود اللي عندنا اللي احنا سويناها ديت، نقوم حطيناها هنا في النص قدام حضرتك اهيت. يا جنى ازيك؟ الو، ازيك يا جنى؟ الحمد لله. الحمد لله يا رب دايما. امورين يا جنى؟ طريقة عمل الكوكيز؟ اه. حاضر يا جنى من عينيا. انت مالك متضايقة ايه؟ مين اللي مزعلك؟ مين اللي مزعلك؟ حد مزعلك يعني؟ كله تمام؟ اه. ماشي يا جنى، مع السلامه. هم واخده دي كده وقافلين دي كده اهوت، تمام. وبعد كده نقوم شايلين الكلام ده كله، تمام، ما شاء الله اهيت قدام حضراتكم. سنه زيت بسيطه ونبدا ندهن بيها الصاج اللي عندنا ده. ادي كده يا سعاده الباشا نبدا نفرد بايديا كده بقى ايه الفطيره المحترمه ديت. بص هتلاقي الموضوع ناعم معاك قوي، مفيش عجينه بتشد، انسي. ما انا حاطط سمنه جوه العجينه والزبده انا حاططها عشان تورق معايا الطبقتين الاتنين اللي انا حاططهم جنب بعض، فانسي اصلا حضرتك حته الايه يعني اشيلها من دماغ خالص اللي هي تشد معاكي او تلم معاكي. لا، هي فطيره مش عاديه، حاجه جديده كده اهوت اهوت وريتها لك ان انت ازاي تطلعي الحاجه من غير امكانيات بسيطه ممرقه وزي الفل، وده اللي هنشوفه ان شاء الله وهي طالعه من الفرن. اقوم واخد عندي الزبده دهنين حاجه بسيطه جدا منها من فوق، ونبدا حضراتكم اللي احنا ايه نسوي. طيب تعالوا نعمل واحده ثانيه سريعا واوريك الفكره بتاعتها. ادي العجينه اللي احنا عملناها، تقوم واخده دقيق تمام، ما تحاوليش تفرديها قوي، حط الاتنين فوق بعض الاول هتساعدك على الفرد اكتر. وبعد كده تقوم واخده زبده معلقه زبده كده تكون طريه، لان هي دي اللي هتساعد على التوريق اللي موجوده، التوريق اللي انا عايزها للفطير. ونقوم شايلينها كده اهو، ونقوم جايبين واحده ثانيه، ولو عايزه تعمليها بثلاثه بثلاث لقم برضو مفيش مشكله، تطلع معاك ان شاء الله محترمه جدا.
حلو الكلام. بص بقى كده اهو، تقوم واخده ديت تقوم حطها عليها كده من فوق. يا عم زياد. الو، ازيك يا زياد؟ ازيك يا شيخ محمد؟ الحمد لله يا حبيبي الشيخ محمد، انت عامل ايه؟ الحمد لله كويس. الله يخليك يا زيزو، امورنا يا زيزو. حضرتك انا قلت لك تنزل لي طريقه الكوكس امبارح وانت نسيت. ايه ده يا سيما؟ ازاي؟ حاضر هنزلها لك ان شاء الله. حاضر. طب ممكن النهاردة. اعمل ايه ده؟ يا حبيبي اتفضل. احب اقول لاخويا كل سنه طيب محمد. ايوه. هيتم 3 سنين. ما شاء الله، ربنا يبارك. واقول لبابا وماما اللي انا بحبهم. ربنا يبارك لك فيهم يا حبيبي ويخليهم لك. ربنا يخليك. تسلم لي يا زيزو حبيبي، تسلم لي يا حبيبي. مع السلامه يا زياد. تعال نشوف عندنا هنعمل دي ازاي. اقوم حاطط عندي الجبنه. زيتون شرايح. فلفل اخضر. شرايح طماطم. ميكس سي فود اللي احنا عملناه. فواكه البحر المحترمة اللي كلها لحم اللي احنا عملناها. تقوم واخداها. تقوم قفل يا سعادة الباشا كده. ورايحين فين؟ عندي على الصاج اهو. واحنا بنحط على الصاج نبدأ اللي احنا ايه نفرده ونوزع بايدينا. وما تخافيش مش هتتقطع منك ولا حاجة. اهي. نقوم واخدين ديت حاطين عليها زبدة. تمام. وبعد كده هوت نقوم واخدينها ورايحين فين؟ عندي على الفرن على طول. درجة الحرارة بتاعت الفرن بتبقى عالية. نحط يا باشا الفطير بتاعنا اللي هيدوب في البق. في ناس تعمل حركة تانية وهو قبل ما يطلع قبل ما يستوي بتقوم حط عليه شوية ميكس جبن تانيين عليه من فوق يسيح عليها من فوق الجبن. عايز تعملي كده مفيش أي مشكلة خالص. هنقفل ونكمل التسوية بتاعتنا. هنخش عندنا في حاجة تانية اللي هي طاجن الكاليماري. بس هنشوف فصل الأول إن شاء الله الأول، وبعد الفصل هنبدأ نعمل لكم طاجن كده محترم بالكاليماري نشوفه، ولكن بعد الفصل. ورجعنا تاني بعد الفاصل. خلينا نشوف عندنا الطاجن الكاليماري هنعمله ازاي، وبعد ما عملنا طبعا الفطيره اللي احنا دخلناها عندنا الفرن. تعالوا بقى نشوف عندنا الطاجن عباره عن ايه. بجيب عندي الكاليماري كلها طبعا على بعضها بتتقشر، يعني بقشر القشره اللي فيها عشان القشره ديت ساعات بتعمل ايه؟ بتعمل شده كده مطه كده، فاهمين؟ نقشرها خالص. وبنبدا اللي احنا نقطعه عندنا مكعبات زي اللي حضرتك كده شايفاه اهو، بالشراشيب بتاعته بكل حاجه. نضفه كويس شويه خل وعصير ليمون، شوفه بميه يطلع زي الفل معايا ما فيهوش اي حاجه. وبعد كده نبدا نعمله الخلطه بتاعته. شويه خضار بقى، بجيب عندي طماطم، بجيب عندي فلفل اخضر، فلفل حامي، عندي ليمون، عندي كرفس مفروم، عندي ثوم مفروم، عندي زيت زيتون، عندي شويه خل صغيرين، وعندي ثوم وشطه وكمون. تمام. وبصلتين اتنين. تعالوا بقى نشوف عندنا. هناخد بس الحاجه ديت الخضار. اول حاجه كده اهوت نقطع الطماطم. نعمل الفلفل الاخضر وعينها طبعا ايه على الفطير اللي ورا، وهوريه لك ان شاء الله بعد ما يطلع هيبقى عامل ازاي بعد ما ياخد اللون الاحمر المحترم بتاعه. فلفل اخضر رومي بلدي كده حاجه محترمه. كل كده اهوت مع بعض. الطاسه فين؟
موجودة عندي على ايه؟ على النار. فلفل حامي، ونجيب شوية دول نقوم حاطينهم هنا. طيب بعد كده يا باشا بصلة اقطعها عندي جوانب، تمام استاذ جمال؟ عامل اعمل لك ازعاج انا عارف، معلش. تمام شويه الكرفس عليهم، تمام، وناخدهم كلهم مع بعضهم كده مع البصل مع الفلفل الاخضر مع الفلفل الحامي مع الكرفس، ونبدا نعمل الخلطه ديت زي ما حضرتك كده شايفين. الخلطه دي اللي انا هعملها لايه؟ للطاجن. بصي حاجه تفتح النفس والله اهي، وايه نقوم سايبينها كده لوحدها. طيب نرجع بقى فين؟ نروح عندي على الطاسه اللي عندي على النار، وابدا ان انا احط ايه شويه زيت زيتون او شويه زيت عادي، وبعد كده نقوم واخدين عندنا عمنا الثوم المفروم، نبدا نحمصه. حد ايه اللون بتاعه يبقى لون ذهبي، لون ذهبي، تشم الريحه كده ونستمتع بيها. طب ورق الفطير ايه؟ يا عيني نسى يا ليلي. خد يا باشا التوم، خل، بعد ما خدنا التوم والخل نقوم رايحين واخدين عندنا الكاليماري بتاعنا، نقوم حاطينه في طاسه قدام حضراتكم اهوت، ونبدا ان احنا ايه نشوحه كويس. ده كلام جميل. لا ده شويه كاليماري فعلا تاكل صوابعك وراهم. بعد ما تحمصوا كويس جدا كده عندي على النار، نبدا ان احنا نعمل لهم ايه شويه البهارات والتوابل، شويه شطه صغيرين او بابريكا، كمون، بعد كده عندي شويه من الملح، ونديها ايه معلقه صلصه صغيره قوي، وناخد الكلام ده كله عندي على النار قدام حضراتكم اهوت اشوحه. استاذ ريهام. الو استاذ ريهام، ازيك؟ ازي حضرتك؟ الحمد لله بخير يا فندم، ازي حضرتك انت؟ كله تمام؟ الحمد لله تمام، ازي حضرتك؟ والله في نعمه، الله يخليك. ربنا يخليك، انا بحبك قوي والله يا سيدي. الله يخليك يا ريهام، تسلمي والله، ده كلك ذوق. ربنا يخليك. الله يحفظك يا ست الكل، اموريني. انا عايزه طريقة عمل البيتزا. البيتزا من عينيا الاثنين. حاجه تاني؟ لا شكرا. ماشي يا ست الكل، مع السلامه. واحده مش عارف يربك كده. عايز ووك ده جديد. بص المنظر عامل ازاي؟ لا يفتح النفس. ولسه لسه شفتوا حاجه؟ تعالوا نجيب عندنا ايه؟ الخلطه يا باشا ديت كلها بقى ديت، ونروح عليها خليه يتشوح كله مع بعض. اخر حاجه خالص ببدا ان انا اجيب لها شويه من الميه السخنه، ونبدا ندسقيها شويه ميه سخنه، هنقلبهم مع بعض ونديها ميه سخنه، نقوم مطجنينها ومدخلينها فين؟ عندي في الاطباق راكل الجميله بتاعتنا، اللي بنفكر الساده المشاهدين ان شاء الله ان احنا يوم 24 هنبقى موجودين في المنصوره، وهنكسب ايه؟ هنكسب عربيه. اعتقد طبعا محتاجة ملح كمان. انا والله ملحها مظبوط جدا، تمام مفيش اي مشكلة.
تعالوا ناخد عندنا لو انت محتاجه بقى الفطيره ديت ممكن ان احنا ناخدها. ركزي معايا بقى في الفطيره ماشي. بص الفطيره، بص يا باشا، بص ده قرص مش فطير والله. بص عامل ازاي الريحه بتاعتها، كمان الريحه بتاعت السمنه كمان فيها حاجه ما حصلتش. ندي دقيقه على باشا، ايه نديها كده ميكس جبن كده من فوق ونخليها تكمل التسويه بتاعتها، خليها تسيح. والتانيين انا عامل اتنين تانيين اخليهم ساده. يلا يا باشا ودع الفرن. ده هما في الاخر خالص بعد ما يخشوا فين؟ في التسويه النهائيه. استاذه فوزيه ازيك؟ انا فوزيه من اسكندريه. احلى استاذه فوزيه من اسكندريه، اهلا وسهلا. الله يبارك فيك. انت بتقطع ال البصل يا حبيبي؟ كانه سيمفونيه. الله يخليك. انا معاها سيمفونيه والله. ربنا يعزك يا حاجه فوزيه. انا بحبك جدا وبخلي زوجي كمان يقعد ويتفرج. سلمينا عليك كتير ما شاء الله عليك. كل الناس بتقول عليك حلو جدا جدا. ربنا يحفظك يا فندم. وانت ابن لنا. اشكرك. انا جده يعني ما شاء الله. ربنا يديك الصحه. ربنا يبارك فيك. وسعيده ده اول مره اكلم اي حد على الشاشه يعني. والله احنا اسعد. الله يبارك لك يا حبيبي. يحفظك. انت يتقال فيك قصائد ربنا والله. ربنا يخليك يا فندم. ربنا يخليك يا استاذ فوزيه والله. انا بيحيرني حاجه، المستردة انا عندي خردل. حلو. هل ده ممكن انا اعمله مستردة؟ ينفع طبعا، بس محتاج المستردة عشان تعمليها محتاج كبه قويه جدا عشان تنعمها لك. هو مبدئيا احنا بنحمصها اللي هي الحبوب المستردة، وبعد كده بنبدا نحط معاها سنه خل بسيطه جدا، وبنبدا اللي احنا نطحنها عندنا مع سنه زيت. يعني بتنزلي خيط رفيع زي التوميه كده، حوالي نص كوبايه زيت على ربع كيلو من الخردل. بس محتاج رحايه قويه او كبه قويه عشان تطحنها لك وتطلعها لك ناعمه، تمام؟ او تطلعيها نص ونص. افضل حاجه بصراحه انا بحبها لو انا عندي حبوب الخردل بحمصها او بسيبها في الشمس شويه، بعد كده بقوم جايبها وابدا ان انا اكسرها بالمبط. اسمعي ديت وجميله قوي قوي واستخدميها. ببدا ان انا اكسرها كويس جدا، اجرشها خالص انعمها. بعد كده اقوم واخدها على المستردة العاديه، اجيب نوع مستردة العاديه بتاعنا اللي في السوق وابدا اخلطهم بيها. تبليها للسمك بقى وللفراخ، ويا سلام معيشي الموضوع ده وشوفي الموضوع هيبقى عامل ازاي. تمام يا باشا. بقى ناخد عندنا شوية مية، مية سخنة. ونسيب كل ده يغلي مع بعضه. احنا كده خلصنا الفطير، عملناه وعملناه بالجبن. ندي بقى ايه باشا؟ عصير ليمونة كده عليه، نص عصير ليمونة عليه كده من فوق. وبعد كده نجيب عندي اطباق راك الجميله ديت اللي بتخش الفرن عندنا، ونبدا نطجن وندخل عندنا الفرن على طول. ايه الاخبار هنا؟ لسه السيكه بسيطه، حاجه بسيطه جدا، ونبدا ان احنا نطلع. طيب تعالوا بقى نقدم مع بعض نغرف. لسه هيخش الفرن طبعا، كان مالي لسه يدخل الفرن، بس لا انا هاخده كده اهو في الاطباق. الصلاه على النبي. زي الفل. اسمه ايه؟ دخل يا باشا الفرن بقى لحد ايه ما يبدا كل ده يستوي مع بعض. مجموعه الخضروات اللي عندي ديت بالكاليماري، ونقدمه جنب عيش بقى، جنب اي حاجه انتوا عايزينها. ناخد عندي شوية الصوص دول. وهنا نفس الكلام. ونبدأ نودي على طول عندي على الفرن، بس أهم حاجة أمسح الجوانب بتاعة الإيه؟ الطاجن ديت، لو في أي حاجة كده طالعة منها. سبايس طبعًا.
كده ده خلصت الفطيره بتاعتنا. ازيك يا مونج عامل ايه؟ تعالى باشا نطلع الفطيره بتاعتنا اهيت بعد ما خدت الجبنه وساحت عليها من فوق والجبنه فوق وتحت والدنيا ايه جميله. ناخد عندنا الطواجن ديت ونزق عندنا على طول عندي على الفرن على درجه حراره 220. الطواجن قدام حضرتك اهيت هنسيبها درجه حراره 220 ربع ساعه كده ثلث ساعه ونبدا نطلعها وبالهنا والشفا. عندنا سلطه محترمه جدا هنعملها ان شاء الله سلطه الجمبري، لكن هناخد فصل صغير وبعد الفصل ان شاء الله نبدا نوريكم ازاي نقدر نعمل سلطه محترمه بالجمبري جنب الحاجات دي. اكله سي فود النهارده محترمه، نشوف ان شاء الله الباقي ولكن بعد الفصل. ورجعنا تاني بعد الفاصل وخلينا نشوف ايه عجبنا شويه جندوفلي كده محترمين ناخدهم كده ايه نمزمز يوم بالليل، بس عايزين ايه طريقه كده حلوه نشتغل بيها. خلينا نشوف المقادير ان شاء الله هننزلها لكم دلوقتي وازاي نقدر ننفذها مع بعض بطريقه سهله جدا ما فيهاش اي مشكله. الطاجن ريحته بصراحه حلوه قوي والله، يعني ريحته جذابه قوي. بص الطاجن الكاليماري قدام حضرتك اهوت في الفرن مع نفسه، هنا الفطاير طلعت، عملت اتنين ساده قدام حضرتك اهيت واتنين بالجبنه. بص عامله ازاي؟ مش قادر اوصف لك الفطير. بص عامل ازاي؟ بص عامل ازاي؟ يدوب يدوب دوب كده في البق. فقلت لك الطريقه بتاعته اللي انا عملت العجينه عملتها حاطط فيها سمنه، فدي مش هتضطري اللي انت ايه تقعديش توريها ويطلع معاكي ناشف وتيجي تاكلي تلاقي اللي هو لا. بص حضرتك انت مجرد بص تشيليها كده حته صغيره كده اهوت منه تلاقي قطم معاكي اهو. مفيش احسن من كده. اللي عايز يعمله باللحمه المفرومه بقى يشتغل باي حشوات تانية. انا اوريك الطريقه ان شاء الله جديده وتعجبك جدا في الفطاير ازاي تعمليها وتطلع دايبه ببقك. طيب الجندوفلي هنعمله ازاي؟ عندي شويه جندوفلي كده صغيرين انا جبتهم واحط معاهم توم ومعلقه مستردة وخل وعصير ليمون وبعد كده شويه زيت زيتون وشويه كزبره مفرومه، واللي عنده شويه هريسه حاره عايز يضيفهم عليها مفيش مشكله برضو نشتغل بيها. طبعا الجندوفلي انت بتجيبيه في ميه، طبعا كلنا عارفين تنقعيه في ميه بارده وتسيبيه لو في اي حبوبات رمل ولا حاجه بينزلها وبتشطفيه اكتر من مره. لازم يتشطف اكتر من مره عشان لو في اي حاجه رمليه ولا حاجه، والمفروض كمان المكان اللي هو بيبيعه لك بيبقى منظفه ومظبطه لك الدنيا فيه. تعال ناخد عندنا شويه كده من زيت الزيتون نضيفهم عندي في الطاسه. حط عندي التوم المفروم. انا مش عامل كميه كبيره فانا جايب بس حوالي 3 فصوص توم مفرومين. قدام حضرتك اهوت وابدا ان انا اقلب عندي التوم مع زيت الزيتون وبعد كده نقوم حاطين عندنا الجندوفلي بتاعنا اللي انا اكون مصفيه عندي من الميه. مع كميه صغيره كده على مقاسم يعني معلقه مستارده صغيره شويه كزبره مفرومين سنه كرفس مفرومه عندي خل وهيبدا يفتح دلوقتي معايا واقوم اديله ايه عشان المزازه يا باشا والجمال سنه عصير ليمون. فتح يا باشا وتمام التمام نقوم مدينه سنة ملح بسيطة جدا تمام. وأحلى حاجة فيه بقى ده شوية المية اللي هينزلوا منه بقى ده بص موضوع تاني بقى. سنة مية بسيطة جدا سخنة بعد ما ايه ما فتح معايا. استاذة هدى السلام عليكم. عليكم السلام يا استاذة هدى، ازي حضرتك؟ ازي حضرتك يا استاذ محمد؟ اهلا وسهلا يا فندم. تسلميلك والله على كل حاجه بتعملها حضرتك. ربنا يحفظك يا استاذه هدى، ده من ذوقك والله.
ربنا يبارك لك يا رب. الله يخليك. كنت عايزه اسال حضرتك معلش سؤال. اتفضلي يا فندم. كنت بس عندي بلح رطب كتير كنت عايزه اخزنه. إيه زي ما هو بالقشر بتاعه خزنيه في الفريزر. بقشره؟ بقشره. وما تغسلهوش، نصيحة مني ما تغسلهوش. أيوه. هتجيبيه زي ما هو تحطيه وتقفليه كويس جدا، وقت ما تطلعيه بعد سنة أو كام شهر تطلعيه تقومي شطفاه وتبدأي أنت تشتغلي بيه بس. ماشي شكرا. ممكن بنت حضرتك تكلمك؟ إيه يا فندم؟ ممكن تكلم بنت حضرتي؟ اسمها إيه؟ سعاد. يا سعاد. الله يا شيخ محمد أنا بحبك أنا بحبك أوي على الأكل اللي أنت بتعمله ده. أنت عندك كام سنة؟ أنت عندك كام سنة؟ عندي ست سنين؟ ما شاء الله أنت صوتك جميل واسمك حلو جدا. ربنا يخليكي ليا يا حبيبتي، ربنا يخليكي ليا. مع السلامة يا سعاد، مع السلامة يا حبيبتي، وسلمينا على إخواتك واللي عندك كلهم. بص بدأ يفتح إزاي يا باشا بقى، بص كده وتقوم واخد شوية من الصوص وتعيش بيهم. سلام، تقعد بالليل مع نفسك كده تمزمز. اهم حاجه شويه الماء السخنه تحطه في الاخر دول يظبط لك الدنيا تمام، عشان يطلعوا لك شويه صوص محترمين قوي. نقدم في اطباقنا. قدام حضرتك اهي وبالشكل ده يتقدم مع بعض، ونحط عندنا ايه نص ليمونيه كده نجرش بيهم الاطباق بتاعتنا. ايه حط نص ليمونيه هنا كده. تمام ده بالنسبه لايه لحاجتنا النهارده اللي احنا عملناها. لسه هنعمل دلوقتي ايه، هنعمل لكم السلطه. سلطة الجمبري، أنا جبت جمبري مسلوق سلقته في ورق لوري وشوية حبهان صغيرين فصين حبهان، وبدأت اللي أنا أسلقه ويا دوبك بالظبط حوالي دقيقتين أو ثلاث دقايق مش أكتر من كده أهوت، وقمت مطلعه وحطيته في ماء ساعة. تمام وبعد كده ببدأ اللي أنا أعمله إيه؟ أعمل له السلطة الجميلة بتاعتنا. نجمة اسكندرية الأولى. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا رسول الله. الله يخليك. اسم النبي حظك يا محمد. طبعا الفل يا حاجه نادي يا غاليه. يا زين إيه؟ الشباب يا زين الشباب بجد انت قدوه لكل شاب يحط هدف قدامه ويحققه في حياته. ربنا يخليك يا حاجه نادي. الله يخليك يا محمد ربنا يسترك ويحرسك يا ابني. الحلقه النهارده يعني انا قاعده انا مت من الجوع خلاص. الله يخليك يا حاجه نادي تسلمي. بص استاذ جمل النهارده ولا استاذ حمدي؟ استاذ جمل للاسف. بص جايب لي بقى الطاجن كده في وشي يعني بيقول لي اتفضلي كل. الله يخليك يا حاجه ناديه تسلمي. بالهنه والشفا على كل اللي هياكل يا محمد تسلم ايدك. ربنا يحفظك يا ست الكل. والله يا محمد انت يعني بص فخر المصر. شكرا والله يا محمد. شكرا يا حاجه ناديه يا رب. بجد من اشطر الشيفات الشباب. تسلمي. مع احترامي لكل الشيفات يا رجاله والسيدات. بس انت من امهرهم. ربنا يخليك. ماهر ونظيف جدا يا محمد ما شاء الله عليك. تسلمي يا حاجه ناديه. واقف كده بالبلدي يقولوا ايه بيشف ويرد. الله يخليك يا حاجه ناديه تسلمي لي والله. ما شاء الله ربنا يحفظك ويفرحك باولادك. ربنا يحفظك يا ست الكل. تهنئه. اتفضلي طبعا. طبعا النهارده فرح ابننا ابن الشيف فاطمه ابو حاتي. انا كنت لسه اقول التهنئه سبقتيني. ايوه الف الف مبروك وربنا يهنيك. اللهم امين يا رب يحرسه باذن الله وام مامته كده تفرح بيه باولاده ان شاء الله ربنا يكرمه. اللهم امين يا رب. ويحسن له كل حاجه حلوه عشان شيف فاطمه دي انسانه عظيمه جميلة وجميله. جميله جدا. ربنا يسعد لها ويسعد لك ولادك يا محمد. الله يحفظك يا ست الكل. اشكرك شكرا لحضرتك جدا. شكرا يا حاجه ناديه. وكلنا طبعا قصة برنامج المطعم بيباركوا طبعا لزميلتنا الشيف فاطمه ابو حياتي بزواج ابنها بالرفاء والبنين ان شاء الله، وربنا يصلح حالهم جميعا ويوعدهم بالذريه الصالحه. تعالوا ناخد عندنا الطماطم هقطعها عندي طماطم الشيري الصغيره ديت. الكاليماري طلع دي له برده ايه نص ليمونيه كده حلوه محترمه.
الطعم الجميل بتاع الطماطم الشيري. بصي مزارعنا دلوقتي كل حاجه ما شاء الله دلوقتي بقت عندنا من افضل الدول العالميه دلوقتي، الحمد لله العالميه، وده حقيقه فعلا. مصر في انتاج زراعي والفواكه بقت حاجه، احنا بقينا الحمد لله متقدمين جدا في الزراعه غير الاول بجد. حقيقي الواحد مبسوط جدا سواء من الخضار او من الفاكهه. عندنا ان شاء الله يوم السبت حلقه خاصه جدا يوم السبت، اتمنى ان شاء الله تكونوا حاضرين، الناس كلها بتتفرج عليها، لان احنا جايبين عاملين حلقه تعليميه خاصه عن انواع الكريمات، حلقه تعليميه خاصه عن انواع الدقيق، ايه الدقيق اللي يستخدم في الكحك، ايه الدقيق اللي يستخدم في البسكوت، ايه الدقيق اللي يستخدم في المخبوزات، في الفطاير، في المعجنات. عندنا انواع، هنتكلم عن انواع الكريم شانتيه، وايه حكايه الكريم اللباني البودره، وايه حكايه الكريمه اللباني، وايه الفرق بينها وبين النباتي. كل ده ان شاء الله تشوفوه في برنامج المطعم يوم السبت باذن الله، هنتكلم عن الانواع دي كلها. طيب احنا خلاص خدنا الطماطم اهيت، وخدنا الايه الخس، تعالوا ناخد عندنا الثوم. فصين ثوم مفرومين، افرمهم ناعم جدا. الناس بتعمل سلطه الجمبري دي لها اكتر من كذا طريقه، ناس بتعملها هي بالخاص اللي بتحط في كاسات، تحط مايونيز وبتاع، اعملها لك ايه حاجه كده، ايه حاجه جميله تتاكل وتبقى طعمها حلو. الثانيه طبعا جميله وتاكل كل حاجه، لكن بشواتي قوي. ناس نعمل حاجه كده طبيعيه كده سهله. تمام يلا اخد عندنا ايه الثوم زي ما اتفقنا كده اهوت، او ماخده احط الجمبري، لا خلاص ثوم مفروم معلقتين اتنين مايونيز، زيت زيتون، تونس مفروم معلقه مستردة صغيره، سنه ملح بسيطه جدا، الصلاة على النبي. نقوم واخدين الكلام ده كله نروح فين؟ نقلبهم مع سنة ليمونة أو نص عصير ليمونة. تمام؟ تقوم قلبها كده اهوت مع بعضها. كله مع بعض يا سعادة الباشا. ونروح فين؟ عندي بقى إيه نقدمهم عندي في الأطباق. بص شكل السلطة عامل إزاي. تفتح النفس. يا أم مينا، أم مينا، ايه ايوه صباح الخير، صباح النور، ازيك يا أم مينا يا غالية، أخبارك ايه؟ الله يخليك، الله ينور عليك في كل حاجة، الله يخليك يا ست أم مينا، تسلمي. ازي صحتك، كله تمام؟ نشكر ربنا الحمد لله. الحمد لله يا رب دايما. بس شيخ محمد، ايوه من فضلك عايزة أعرف تخرين الزيتون الأخضر وتخرين الزيتون الأسود. عينيا الاتنين، حاضر حاضر من عينيا. مش عايزه الاسود يكون بميه وملح، حاضر بالزيت بس. بالزيت بس. انت هتعملي الكلماطه صح اللي هو الاسود؟ ايوه حلو. أيوة. جدا تمام يا فندم. تمام شكرا محمد، شكرا وربنا ينور عليك يا رب يحفظك. كل حاجتك جميله. شكرا. جميله شكرا يا ام مينا، ميرسي جدا يا ام مينا، تسلمي في رعايه الله، مع السلامه. هناخد بقى فاصل، وبعد الفاصل ان شاء الله نبدا نقدم مع بعض، لسه في حاجات كده هنقدمها مع ايه الاكله الجميله ديت، ولكن بعد الفاصل. دي كانت سفرتنا النهارده، اتمنى طبعا ان تنال اعجابكم السي فود اللي احنا عملناه.
طاجن الكاليماري اللي احنا عملناه بطريقه حلوه جدا، اللي احنا جبنا التومية الاول شوحناها مع شويه زيت زيتون، طفيناها بالخل، بعد كده ادينا لها الكاليماري، حطينا شويه كمون وشويه شطه شويه بابريكا، وبعد كده عملنا لها خلطه خاصه جدا بره، اللي هي الطماطم قطعناها شرايح، البصل قطعناه شرايح، الفلفل الاخضر والفلفل الحامي والكرفس المفروم، وخلطناهم مع بعضهم كده وعجناهم كده بايدينا، وبعد كده خدناهم عندي على الكاليماري بعد ما شوحناه في خلطه التومه ديت، وبعد كده حطينا ميه سخنه، خدناهم وقمنا حطيناهم في الطاجن وزقناهم عندنا في الفرن. الفطيره اللي احنا عملناها النهارده بشكل حلو، واتمنى ان شاء الله الفطيره ديت تجربوها، لانها بجد هتلاقوا حاجه ناعمه جدا جدا. الناس اللي بتشتكي اللي هي تعمل فطير وتلاقي ناشف معاكي، اعملي الطريقه ديت وشوفيها تبقى عامله ازاي معاكي. اللي تحط عجينه في العجينه سمنه نفسها، بس خلي بالك العجينه مش تبقى فيها عرق، لان العرق بتاعها هيبقى ضعيف شويه، وده بيضمن ان الحاجه تطلع معاكي ناعمه. فانت اشتغلي زي ما احنا اشتغلنا، فردنا واحده وحطينا زبده، وبعد كده حطينا ليها واحده ثانيه، وبعد كده بدانا نفردها وحطينا الحشو. الحشو كان جبنه موتزاريلا وجبنه شيدر، وحطينا فلفل اخضر وطماطم شرايح، وحطينا الميكس فواكه البحر اللي احنا عملناها بعد ما شوحناها كويس على النار، وبعد كده بدانا نقفل الفطير ونبططه كده بايدينا ودخلناه عندنا الفرن. طلعنا منه الساده وطلعنا منه بالجبنه. الجندوفلي اللي احنا عملناه جبناه طبعا، وازاي يفتح كده عن طريق صدمه على النار، اللي هي الطاسه تكون سخنه بزيت زيتون، وبعد كده خدناها مع شويه ثوم، حطينا الجندوفلي، وبعد كده حطينا الخل، طفينا بمعلقه مستردة، بعد كده حطينا شويه كرفس شويه كزبره شويه ملح وعصير ليمون، طلعت معايا مع شويه كمون حاجه محترمه جدا. انا شربت شويه ميه حاجه جامده قوي اللي هو الويسك. طيب ده اشوف، ده كانت حلقتنا النهارده، اللي اتمنى طبعا تنول اعجابكم، ودي كان سلطه الجمبري اللي احنا عملناها. اشوفكم ان شاء الله في حلقه جديده واسبوع جديد من برنامج المطعم يوم السبت، حلقه تعليميه جدا عن انواع الدقيق، انواع الكريمات، حاجات كتير جدا ان شاء الله نقدروا ان احنا نفيدكم بيها يوم السبت. اشوفكم على خير ان شاء الله، وبنقول مبروك لابن الشيف فاطمه ابو حاتي طبعا على النهارده فرحهم. ان شاء الله بنقول لهم بالرفاء والبنين، ابنها طبعا محمد بنقول له ألف مليون مبروك يا محمد، وأسرة برنامج المطعم بتهنيك بالفرح. أشوفكم على خير، دمتم في رعاية الله، السلام عليكم.